على التليفون الكاتب الصحفي شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن التركي. أستاذ شريف مساء الخير، وكلمني عن دلالة سيطرة الجيش التركي على العديد من مفاصل الدولة الاقتصادية في ظل حكم أردوغان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك يا فندم. طبعا من الواضح جدا مؤخرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش باعتبارها من حق الصد الأخير أمام سقوطه سياسيا. يحاول بقدر الامكان ان يعتمد على الجيش في الاحتماء امام قوى المعارضه بعد ان فقدت قوى المجتمع التركي الثقه فيه وفي سياساته من قضاه ودوائر اعلام واقطاب معارضه، سلسله الاعتقالات المستمره التي تورط فيها مؤخرا لترويض المعارضه وتحكيم خطورتها. فاصبح الان الرهان الاكبر الان على الجيش، ولذلك هذا ما يفسر لماذا اتسعت صلاحيات الجيش وامتيازاته في الاونه الاخيره حتى يضمن الولاء ويضمن أن يكون المؤسسة العسكرية داخل بيت الطاعة التركي وتحت تعليمات حزب العدالة والتنمية، خصوصا وأن الأصوات الآن تتصاعد بقوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة لقطع الطريق عن ممارسات أردوغان القمعية وسياساته الداخلية والخارجية التي كلفت كثيرا من الاقتصاد التركي ومن صورة تركيا أمام العالم أجمع. طب خلينا نتكلم على وضع القضاء التركي منذ اعتماد النظام الرئاسي أستاذ شريف، إلى أي مدى يعني توغلت السلطة التنفيذية في هذا الأمر، وإلى أي مدى كانت بتتغول على القضاء التركي؟ مع الأسف الشديد تم تسييس القضاء التركي بعد سلسلة الامتيازات أو الصلاحيات التي منحها نظام أردوغان له، بالإضافة إلى أن تحويل نظام الدولة من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي مكن أردوغان من أن يكون هناك إحكام لقبضته على كل مفاصل الدولة بما فيها القضاء. فأصبح الآن القضاء ينفذ سياسة أردوغان بامتياز ويحاول إرضائه وتفعيل أي قرارات أو أي أحكام قضائية لترويض المعارضة كما أشرت لحضرتك، وبيحاول القضاء أن يتعامل مع أردوغان على أنه الحاكم الناهي فيما يتعلق بالسياسات التركية، بالإضافة إلى أن طبعا أصبحت هناك السلطة التنفيذية هي التي تتوغل فعلا في شكل القضاء وفي قراراته وفي أحكامه. تمام. فبالتالي ثوب القضاء التركي تم تدنيسه تماما من خلال ممارسات أردوغان القمعية، من خلال سلسلة الاعتقالات التي لا تستند إلى قانون أو شرعية، فقط أن يكون هناك سرعة في التحكم وترويض والقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة. وبالتالي أعتقد أن المسألة ستكون المسمار الأخير في نعش أردوغان إن لم يتراجع على مثل هذه السياسات، خصوصا وأن أسهم كرم أغلو رئيس بلدية إسطنبول في ارتفاع مستمر خصوصا بعد الانتخابات البلدية الأخيرة. المسألة محتاجة إلى إعادة رجل من جانب نظام أردوغان. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن التركي.